بار. أما النساء فلها أن تزور القبور أو لا تزور القبور. عند الشافعية يكره إن كانت ضعيفة الصبر ولا يحرم، وعند المالكية يجوز إن راعت الآداب، ويستحب لقبر النبي والصالحين والأولياء بالإجماع عند الكل بقى. إذا كان صالح أو ولي أو نبي بالإجماع عند الكل تروح الستات والرجال. طيب قبور الأقارب بقى، النساء لو ما بيتحملوش وصبرهم قليل الشافعي يقول لك مكروه، ما تروحيش يا بنتي اقعدي، احنا هنروح. وما يقول لها اقعدي بيقول لها على سبيل ايه؟ انها هتعمل مكروه مش حرام، يعني لو صممت خدها معاك ما يجراش حاجه. واضح؟ والملكية يجيزه. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر وجد امرأة تبكي، الحديث في مشهور، فقال يا امرأة اصبري، وما قالهاش ايه اللي جابك، قال لها اصبري وما قالهاش ايه اللي جابك، فدل على ايه؟ اقرارها ان تزور القبر، ولكن نهاها عن ان تجزع. فقال اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي، فانصرف فقالوا لها ويحك انه رسول الله، فجريت خلف النبي وكانت لا تعرفه، فقالت اصبري رسول الله، فقال الصبر عند الصدمة الاولى، ولم يقل لها لما زرت القبر. فدل على ان زيارة القبور عموما للمسلمات جائزة إذا راعوا فيها الآداب. والله تعالى أعلى وأعلم. معلومات غريبة في زمن غريب، وبدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ. للأسف الثقافة العامة على خلاف ما نقول، وهذه أحكام الدين، والثقافة العامة مخالفة لأحكام الدين. وصدق رسول الله، بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ صلى الله عليه وسلم.